صباح الفل، اهلا بيكم. انا محمد عليوة، اهلا بيكم مع فيديو جديد. كنت عملت فيديو على القناه الخاصه بي، دي قناه محمد عليوة، اتكلمت فيها ان انا هدعم القنوات الصغيره وهساعد اخواتي وحبايبي الناس اللي نفسها توصل لعدد اكبر من المشاهدين على هيئه اعلان ممول هو يسجله، ولكن بيحصل مجموعه من الاخطاء اللي انا مش لاقي لها تفسير صراحه. الاول في ناس بتقول لي انت كذاب، وفي ناس عامله ديسلايك، انا مش عارف ليه. عموما انا عامل الحاجه دي لوجه الله ومش منتظر منكم اي شكر، وقلت لكم مفيش اي حد يكتب كلمه شكر في التعليقات، ولكن في بعض الحاجات المطلوب منك تعملها عشان اقدر انزل لك الفيديو على قناتي. اول حاجه لازم تعمل فيديو كويس تقدم نفسك فيه، تطلع تتكلم تقول انا فلان الفلاني وبقدم 1 2 3، تعرف نفسك بشكل بسيط للمشاهدين. يعني ما لاقيش ناس بعتالي اغنيه بتقولي نزلي الاغنيه دي او لعبه او اي حاجه، انا مش هنزل اي حاجه هبله. يعني القناه دي لا احترمها، المشاهدين اللي موجودين عليها انا بشكرهم جدا ان هم ما بيرفضوش حاجه زي كده وان هم متوافقين مع حاجه زي كده، لان القناه دي مش ملك، القناه دي ملكهم. القناه دي بدون مشتركين وبدون مشاهدين بيشوفوني ويشجعوني على الفيديوهات مش هيكون ليها اي لازمه، فلازم نحترم الناس اللي موجوده على القناه ولازم نستأذن منهم، لازم نطلب منهم حاجة زي كده بهدوء. انت سجل فيديو عرف فيه نفسك، اتكلم بهدوء، قول انا فلان بقدم 1 2 3، عرف نفسك بهدوء، اعمل صورة مصغرة. كل الحاجات دي ما تبعتها ليش على الماسنجر لان ما بتوصليش وما بعرفش انزلها، ابعتها لي على جوجل درايف. هتحطها لي فين؟ هتحطها لي في الوصف في التعليقات بتاعت اخر مقالة. يعني افتح المقالات، اي مقالة تعجبك على الموقع انا دايما بكون موجود على الموقع. محتاج مني اي حاجة، محتاج مني اي شرح، اطلبه مني على الموقع في التعليقات. اطلب مني قول لي يا محمد انا عايز كذا كذا، ابعت لي الفيديو بتاعك، تحت منه الوصف بتاعه، تحت منه الصوره، كل ده في تعليق واحد بدون اي مشكله. طبعا بترفع الروابط على جوجل درايف. طيب ما بتعرفش ترفع على جوجل درايف، هتلاقي في فيديو في شاشه النهايه بتاعت الفيديو ده هيعرفك يعني جوجل درايف وازاي ترفع حاجتك عليه عشان اقدر استلمها بطريقه كويسه والفيديو يطلع بجوده حلوه. وطبعا نقطة مهمة جدا، انت لازم تشير الفيديو ده ولازم تعمله مشاركة، لان ده اللي هيساعدك، ده اللي هيقف جنبك وده اللي هيرفعك. يعني فيديو زي ده شيره عشان اي حد محتاج هيساعدك، واي حد هيجي للقناه هيكون مؤهل ان هو يشترك في قناتك، فدي حاجه هترفعك. اعمل شير واعمل لايك للفيديو، ساعد غيرك وساعد نفسك، انت كده بتساعد غيرك وبتساعد نفسك وبتساعدني كمان انا محمد عليهم. نقطة مهمة جدا بقى كمان، ما تحطليش أي مزيكا في الفيديو. أنا أي فيديو هيجيب لي حقوق طبع ونشر ولو بنسبة 50% أنا مش هرفعه على القناة، لأن القناة مش ناقصة مخالفات أكتر، واليومين دول يوتيوب عليها كتير من المشاكل. اعمل فيديو محترم، اتكلم بنفسك أنا هرفعه لك، هحاول إن أنا أساعدك لوجه الله تعالى، مش منتظر منك أي كلمة شكر. يعني حتى بعد رفع الفيديو ما تكتبليش شكر، أنا عايز تكتب رابط قناتك اكتبه. أنت سجل فيديو محترم وأنا هرفعه لك بطريقة كويسة، غير كده أنا مش هرفع أي فيديوهات على القناة غير كده تماما. لازم تكون مدرك إن كل واحد فينا يكون خايف على قناته وخايف على متابعينه وعايز يحافظ عليهم. انت كمان قدر حاجه زي كده وقدر شعوري ده وقف جنبي زي ما انا بقف جنبك. شكرا ليكم، كان معاكم محمد عليوة. يا ريت تشير الفيديو وتوصل اكبر كم من اللايكات عشان ينتشر اسرع على يوتيوب، لان دي فرصتك وفرصتي ان احنا نوصل لكل هدفنا. شكرا ليكم.